تونس الدولة العربية التي يكون ماضيها أفضل من حاضرها في عديد القطاعات. حديثنا اليوم عن إنتاج السكر في تونس وكيف تحولت البلاد من دولة من مصدرة للسكر إلى دولة تستورد كل احتياجاتها من الخارج. ففي البداية يقدر استهلاك التونسيين من السكر سنوياً ب 360 ألف طن بمعدل 1000 طن يومياً. وتمتلك تونس ثلاث مراكز لإنتاج السكر، الأول بولاية جندوبة بمعدل إنتاج 50 ألف طن، يليها معمل باجة بإنتاج 180 ألف طن، وأخيراً معمل بنزرت ب 500 ألف طن سنوياً، ويقدر الإنتاج الجملي ب 730 ألف طن سنوياً، أي تقريباً ضعف الاستهلاك الجملي للتونسيين. ولكن تعرضت هذه المعامل إلى أزمات متفاوتة تتمثل أساساً في الصعوبات المالية، إضافة إلى أسباب أخرى منها سياسية، ومنها تقادم معدات العمل، وقد أدت هذه الأزمات إلى إغلاقها في عديد المرات. والتجأت الدولة التونسية بسبب هذه المشاكل إلى استيراد السكر من الخارج، وبأسعار مرتفعة وصلت إلى حدود 700 دولاراً للطن الواحد، أي توريد سنوي لمادة السكر بقيمة تقريبية تساوي 252 مليون دولاراً باحتساب سعر الشراء الدولي. وقد كبدت هذه التوريدات خسائر كبيرة لديوان التجارة التونسي، وأصبح يعاني من أزمة الديون، في حين يمكن أن يكون عكس ذلك صحيحاً. فبإمكان الدولة أن تعود إلى سالف نشاطها، وذلك عبر إيجاد الحلول اللازمة لإعادة الحياة للمراكز الثلاثة، وخاصة معمل السكر ببنزرت، والذي يعتبر مكسباً وطنياً هاماً. وفعلاً تمكنت الدولة من حل مشاكل معمل السكر بباجة، الذي يوفر بطبعه يومياً نصف حاجيات التونسيين من السكر، ومزال معمل بنزرت تحت لوحة الإجراءات، الذي دائماً ما تكون حاجزاً لعديد المسائل. وإذ تمكنت الدولة من حزحزة هذه المشاكل، فستصبح تونس دولة مصدرة للسكر بكمية في حدود 370 ألف طن سنوياً، والذي سينعش خزينة الدولة ب 259 مليون دولاراً سنوياً بدلاً من شرائه بنفس السعر تقريباً. وبهذا تنتهي حلقة اليوم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. ودانت غزة حرة مجيدة.